فير بلاي. السلام عليكم من جديد في فير بلاي. قبل ما نحكيو انديتنا في المسابقات الافريقيه وبالتحديد مقابله البارح بين الاسبيرونس والزمالك, نعطيكم نتائج الى حد الان في مقابله الجوله 19 للبطوله. مقابله الدفعه الاولى تعادل سلبي في الميتون بين المتلاوي والكلوب بدون اهداف. السيابيه متقدم في نهايه الشوط الاول تقريبا اخر دقائق واحد بلاش قدام اتحاد تطاوين هدف. نادي الجربي تعادل سلبي دون اهداف في اخر دقيقه من الشوط الاول بين سليمان والاولمبي البيجي. اتحاد بن قردان نهايه الشوط الاول بالتقدم قدام مستقبل الرجيش واحد بلاش هدف نادر الجربي. نحكيو على مقابله الترجي البارح والزمالك, تقريبا فوز باهر ممثل تونس خليه يتاهل لثم النهائي تشامبيونز ليغ الافريقيه ضد الزمالك المصري في مصر بالذات. معنا بالتليفون اللاعب السابق الترجي سامي العراوسي, نحكيو معاه بكثر تفاصيل فنيه على المقابله. سامي اهلا بك. اهلا بك سلام وعلى مستمعين اكسبريس اف ام. ستاتيو حاضر ام مازال؟ شنو هو؟ ستاتيو لا ما هبطوش. قلت ما تهبطوش الا بعد الفن. اي خويا نعملوا التحليل الفني وبعد هو يهبط ستاتيوات. اوكي. سامي خليني اسالك سؤال عام الاول, كيف شفت الماتش وبعد ندخلوا لك في التفاصيل الفنيه؟ تقريبا كما الناس الكل يعني مقابله ناجحه بالنسبه لفريق الترجي, ناجحه نتيجه واداء, وكانت من المقابلات الكبيره في الموسم هذه اللي نجم نقولوا نجم نبنيو عليها بقيه المشوار نتاع الكوب دافريكا هذا. ماتش ريفيرونس معناها. نجم نقولوا من احسن المقابلات, مش ريفيرونس لكن من احسن المقابلات نجم نبنيو عليها, معناتها نجم نبنيو عليها المقابله هذيا. تو تحب نحكي اون ديتاي, تو نحكي معناتها كيفاش نجم نبنيو عليها وشنو الحاجات اللي باهي. شنو اللي عمل الديفيرونس؟ شنو عمل الفارق البارح بين الترجي والزمالك سامي؟ نجم نقولوا الترجي اول حاجه يعني لعب البلوك با, لعب الدفاع معناتها لعب تذكير الملعب لانه ما كانش مطالب بالنتيجه, وهذه الحاله اللي نجح فيها الترجي انه دفاعيا نظام تكتيكي يعني كبير برشا خلى معناتها الفريق الزمالك يعني على مدى 90 دقيقه ما لقاش الحلول لانه كان باش تعمل البلوك با. عندك الحلول منوعه, عندك لي بالاريتي, الترجي نجح في الكرات العاليه الكل لي بالاريتي زاد بنجري شو اسمه الحارس المرمى ناحى كوره معناتها بن مصطفى ناحى كوره صعيبه معناتها لي بالاريتي في الديويل يعني الترجي يعني في لان كونترا يعني الزمالك ما تخطى حتى لاعبين من الترجي التونسي, كنا ناجحين في الديويل معناتها في الديويل الكل, وكوقفه في التيرا يعني كنا واقفين صحاح معناتها في البلوك يعني واقفين صحاح. هذا اللي خلى دفاعيا فريق الترجي كما قلت لك نجموا يعني المقابله دي نجموا نتمنوا شويه على فريق الترجي دفاعيا يسرتو باش جينا مقابلات معناتها في الكوب دافريك بين لالي والروتور نجيبوا نتيجه معناتها طيبه من الخارج. هذا معناتها نجموا نبنيوا عليه ونفرحوا به شويه. سامي ما تشوفش الفكر نتاع معين الشعباني يحب هو يستنى الفرق خاصه كي يلعب مع فرق في مستوى عالي كيما المقابلات الكبيره في الشامبيونز ليغ والا حتى بطوله تونس, يحب هو يستنى والترجي معناتها تقنع كي تلعب هي التالي معناها باكونتر تلقى صعوبات كبيره مع الفرق اللي تسكر الترجي هكا ولا؟ يعني نجم نقولوا الوقفه نتاعك في التيرا وين معناتها البلوك با وثم البلوك ميديان يعني في الوسط وثم البلوك معناتها تلعب الفوق. هو في الوسط البلوك ما كانش طايح برشا ولا سامي؟ شنو هو؟ البلوك نتاع الترجي البارح في الوسط ما كانش طايح برشا ولا؟ لا كان تحت السونتر في الوسط. اش تعطيك الديفيرينس؟ انت والمقابله يعني نجم انا نجي نلعب مقابله يلزمني مطالب بالنتيجه. اذا كان انا مطالب بالنتيجه يلزمني نطلع ونطلع البلوك نتاعي ونطلع الفوق ونعمل ريسيرمون ونمشي وباش نخلي مساحات في التيران, واول حاجه يلزمني نبني ونعرف كيفاش نكمل الهجمه كما كانت مطالب الزمالك البارح وما نجحش في الـ في الـ في الـ في التكتيك نتاعو. ثم البلوك ميديوم يعني في الوسط دوز ايكيب تلقاهم يعني حاطين في الوسط زوز ايكيبات هما الزوز حاصلتهم بالنتيجه, دونك الزوز باش يتلقاو في البلوك الكامل 22 جوير باش حاصلوا في السونتر, وقتها تظهر معناتها الديويل وتظهر لان كونتران وتظهر يعني اون ميم تو تلعب لوفونسيف وتلعب ديفونسيف. ثم البلوك با شويه معناتها اللي هو تخلي ديما جوارات نتاعك الكل ورا الكره. الترجي نجح البارح باش يخلي جواراته الكل تقريب ديما ورا الكره, يعني كل ما الكره تطلع كل ما انا نرجع جواراتي ورا الكره, وهنا بسيف عليك مرات تلقى روحك في بلوك با. البلوك با فيه خاصيه اخرى معناتها فيه صعوبات كبيره, يعني مش سهل باش تلعب بلوك با ومش سهل زاد باش تعدي مقابله كبيره بالبلوك با. خاطر علاش؟ خاطر وقت تفك الكره لانه عندك الامكانيه باش تدور الكره وباش تفتح المهاجمين نتاعك وباش تعطي وقت للمهاجمين نتاعك باش يرتاحوا يسيرتو كانوا يفكوا. هنا الترجي نجح شويه, نجح نقول انا 50%
انه وقت يفك الكره الثلجي ديما عنده فلوس، عنده لو سيرنومبر جوارات نتاعو تكنيكمون باين قاعدوا يدوروا في الكره، وهكاك يعطي وقت حتى للملاعبيه نتاعو باش يعملوا لاتاك، باش يعملوا لاتاك وباش يطلبوا الكره، وهكاك يقعد حتى في الفريشور فيزيك، لانه انك تعمل ثم انك تفك الكره بال بال ثم احنا في البيامات ثم في ال في 95% في 90% صعيب انك تكمل ماتش كامل في 95% اذا كان ما تتنفسش، اذا كان ما تاخوش الكره وتاخذ الوقت، تعطي الوقت للجوارات باش يتنفسوا. هنا الترجي نجح لانه خلى الترجي على 90 دقيقه فليشير فيزيك موجود، نشوفوا عند الترجي في البونتو في الكونتر الهوني كيفاش يعمل ابيل من ورا السونتر ان بوينت فيتيس، ويخلط مع انه خمسه ملاعبيه خلطوا زاد تقريبا خلطت نجاز وخلطت زاد بالغيث وخلطت الهوني مع لافون سونتر، يعني الترجي وقعد الترجي يوجع. هذيك هو معناتها الديفيرينسا. عندنا بدران التالي تبارك الله عليه، معناتها هما ما لعبوش ثلاثه ماتش ليطوال، برشا مش فاهمين علاش الترجي ما عادش ماتش كبير مع ليطوال، لانه ثلاثه اللي عندنا تويك نجموا نستحفظوا عليهم بالكدا. عندنا بدران التالي لانه جورت هذوما يعملوا لك الحلول، يسرتو كي تبدا تخذ الكره ويزمك تلقى حل اللي يسهل لك الكره ويوقف يعاود يوقف ليكيب وما يتسرعش ويا ديما يعمل سوليسيون صحيحه. عندك بدران التالي، عندك رمضان في الوسط، وعندك الهوني القدام، الهوني فلان كونتر ينجم يرجع لك بجوز ثلاثه لانه كنت تخليه مع واحد باش يتعداه. دونك الزمالك عرف ان الهوني مخطر ديما عنده جوار وعنده وراه جوار يعس عليه، ديما الهوني نجم يعمل لك سير نومبر، ينجم يلمينك ديما زوز. وعندك بن رمضان في الوسط عنده فريشور فيزيك يعني تبارك الله عليه، لاعبي يعني قاعد يعطي برشا تكنيك موزد تبارك الله عليه. البارح ما خلاش فرجاني يلعب، الدويري كان كبير بينه وبين فرجاني. اي وتبارك الله معناتها كمل الطرح في فريشور فيزيك حتى في الليره وبالرمضان. بالرمضان كما قلت لك عندنا البدران وعندنا بالرمضان وعندنا الهوني ثلاثه هذوما نستحفظوا عليهم، هذوما الباز تقريبا ماشيين في الباز نتاع ليكيب. معين تفوق تكتيكيا على كارتيرون سامي؟ تكتيكيا نجح وكارتيرون عملوه، عمل له ستيل عمله معين بالضبط. معين نجح تكتيكيا لانه زاد راهو معين راهو تبارك الله معناتها ليكيب في البلوك با كما قلت لك نجحت في فكان الكره ونجحت زاد في شدان الكره ونجحت في الاتاك رابيد نتاعها، لانه يعني البونتو جاي على اتاك رابيد بعد ما تفك الكره كيفاش تعمل سير نومبر كيفاش تطلع. ولو انه البونتو اكسبلوها من نجاز، هو فك الكره تقريبا تقدم بها وحط اسيست لحمد الهوني. ما يسميش اكسبلوا لانه في تعمل انت باش تعمل اتاك بلاسي، هو كيفاش يعمل انا كيفاش نفك الكره يلزمني نكون حاضر ويلزمني نكمل بالكره، لانه مش خلي الاسباس، هو خلى الاسباس لاتاكون اللي فك، لانه الريال دروا طالع الريال جوش طالع معاه، كيفك النجاز لقى الاسباس لقى يمكن 40 ولا 50 متر ولكن جرى بالكره، لكن هو شنو الفريشور فيزيك خلاه يعمل بوينت فيتاس عاليه ويعطي باس، وزاد الفريشور فيزيك زاد نتاع الهوني خلاه زاد يخلط ويماركي وعملنا سير نومبر با مال دو فوا، حتى قبلها عبد الباسط ضيع كره، الهوني بريمير ميتونس ضيع كره، يعني تكتيكيا نجم نقولوا احنا خير منهم واحنا بلي دونجور. سامي 90 دقيقة ما سماش الزمالك ما ظهرتش معناتها، لأنه في الاتاك بلاسي نتاعها ما عندهاش جوارات أقوى من جوارات الترجي، ظهر بالكشف اللي حتى دي ماتش كامل في لا كونتر الترجي غلب الزمالك ما تعداش، وحتى جوار ما خسر الديال نتاعه تقريبا. سامي تقريبا ملاعبي الترجي البارح الكل كانوا في فورمه باستثناء شويه كلام على الثنائي الاجنبي الجديد خالد عبد الباسط وتوغي، مازال نقولوا ما دخلوش في المنظومه نتاع الترجي والا نصبر عليهم شويه ولا شنو بالضبط؟ والله توغي وعبد الباسط ظهر لي احنا ماشيين بالاتليت نتاعهم اكثر من التكنيك. عبد الباسط كان افون سونتر، كان فك برشا جري برشا يمين ويسار، تكنيكمون مازلنا ما شفناش الكاليتي العاليه. توغي زاد موجود يعني كان على البارتي اليمين، توغي ماهوش الهوني، توغي ماهوش دريبلور، الهوني دريبلور، فينيسور ينجم يكون توغي زاد ينجم يماركي، ماركنا في اللي، تم ايكيليبر تو في ليكيب، يعني معين يفهم اش معناتها ايكيب تلعب لبرا تلعب لاتاك تلعب لوكبا محتاج فيزيك، يزيد يفهم كي يلعب في بلاده محتاج للبدري سيرتو في الان كونتران وكي تبدا البلوك مسكر، يعني كي باش يلعب مع ايكيب مسكره البدري يحسن اكثر، البدري فيزيك ما ينجمش يرجع لك 90 دقيقه. الترجي البارح كان ديفونسيف ما كان قوي في الديفونسيف قوي برشا، الخاصيات نتاع الملاعبيه بدينا نفهموهم برشا، ماناش طالبين اكثر من هكا. عبد الباسط تعاون برشا في الكر في الذر كوبي بو اللي هو يفك لك الكوره واللي هو زاد نجم تتركز عليه، جاته كوره بالراس عبد الباسط مستر، جاته كوره اخرى زاد
في 18 متر توغي ما جاتوش كل لانه توغي تلعب الجنب اليمين لكن عملت توزيعات توغي اسمعني في لعبه البارح في ال11 كونتر 11 اللي هما ولا 10 كونتر 10 تيرا اللي عمل الديفيرينس قلت لك بدران خذ الديال الكل على فون سنتر ما ظهرش بالرمضان غلب خذ الوسط على الفرجاني لانه الفرجاني تكنيكمون كان هو كيما نقولوا احنا البيس ميكر نتاع الكيبو اللي يدور الكوره وهو اللي عملوا عليه فرجاني فك بالرمضان فكلوا الوسط وكان بالرمضان اقوى ديال واقوى زاد في الحضور يعني في الوسط وكان بالرمضان يعني فيزيك ما تبارك الله عليه الوليد هذاك ملاعبي عندنا لوني القدام خذا لان كونتر مع الريير غوش مع الريير دروا نتاعهم غلبوا تقريبا 90 دقيقه عمل تروا زوكازيون مختلين ومركا البونتو وهذه هي راه في الكوره نجم يكونوا 10 كونتر 10 كيف كيف وينجم واحد يغلب مره البايرن والبرسا ميسي ماركا ثلاثه البايرن كيف كيف مبابي مع بي اس جي مع البرسا مبابي عمل الديفيرينسا ماركا ثلاثه بونتو مرات سامي شنو هما الحاجات الديفيرينسا نتاع مقابله كامله شنو هما الحاجات سامي شنو هما الحاجات لازم يبنى عليهم الترجي للمستقبل وشنو هما الحاجات لازم يتلافى فيهم في المستقبل بصالح ولا غلط معناها اللي يبنى عليهم الترجي تو احنا في البلوك باك كما قلت لك واحنا نلعبوا اكستيريور اللي يبنى عليهم ان الترجي نجح في الديفونسيف نجح في البلوك نتاعو نجح انه يوقف الزمالك الترجي كان شويه فرص القدام كما قلت عبد الباس كان نجم يستغل الكره بالراس شويه يعني شويه فينيسيون قدام لانه بونتو نقعدوا نستناو للاخر نجموا نتعبوا نجموا نقبلوا نجموا كي وقت نجموا باش نماركيو نماركيو الترجي البارح كما قلت لك مقابله كبيره برشا عملها سيرتو دفاعيا وفي الاتاك رابيد اللي خذاها لكن شويه في تدوير الكره شويه بالغيث شويه الشتي كانوا يضيعوا شويه كور ينجم ينقص ماك الكره السهله باش يخسرهم باش ما يتعبش ليكيب الترجي البارح ان بون ايكيب بون بريزونتاسيون في الاكستيريور قلت الاكستيريور عملنا مقابله كبيره ديفونسيف واتاك رابيد ووقفه في التيران وفينيسيون زاد ماركينا وزاد الجارديان تبارك الله معناتها البارح خرج ترحيه ان شاء الله ديما هذيك سون فوت ان شاء الله نقعدوا في المقابلات لانه باش يجينا كما قلت لك المقابلات للي والرتور اللي هما طالبين نتيجه يعني طيبه من برا باش نجموا نكونوا مرتاحين في تونس ان شاء الله نبنيوا عليها اي سورتو في المقابلات الاكستيريور بلوك ديفونسيف كبير برشا ثم ثقه تكونت ثم انه وقفه في التيران صحيحه طمنا شويه كما نقولوا احنا تنجم تطمنا شويه في المقابلات الجايه اي سورتو الاكستيريور مازالت شويه خدمه في التيران هنا في بلادنا كي تبدا احنا باش نعملوا اللعب خاطر فما ديفيرينس بين انه اللاعب يجيك وانت تمشي له يلزمنا نحسنوا هذيك ونخدموا عليها ونتصور معين يلزم يفيق بالحاجات هذيا ثلاثه حاجات لازم نقولهم انا عندنا تو الكيب ظهرت ما عندناش التعويض نتاع بدران ما عندناش التعويض نتاع بن رمضان وما عندناش التعويض نتاع الهوني لازم نستحفظوا عليهم ثلاثه ملاعبيه هذوما اي سيرتو في الماتشوات هذيا ورا بعضهم لازم نستحفظوا عليهم باش نوصلوا معاهم للاخر خاطر تقريب لي باز معناتها ولاو معناتها في المقابلات لازم يكونوا موجودين ثلاثه هذوما وان شاء الله ربي يبقى عليهم ستر. يعطيك الصحه شكرا ليك خويا تنجم تهبط التدوين نتاعك توا ميساج. ربي يخليك وليد برحومه في فلاش بوس وبعد مكملين في